هذا احسن بولا بولا في المغرب مخزانيين الرباط اللي عندهم واحد لو سيستيم ديالهم ما شاء الله واحد الدقه. تحيه للسي سهيل، تحيه للبا الحاج، كنموت عليك اسد الحاج لان هما اللي نبعوا هاد النواه الاصل ديال بولا بولا. حنا كانش بولا بولا، كانت الدقه المراكشيه وكان عساوه ديال فاس ومكانسه وجاب بولا بولا مره بعد. حاج عبد الواحد موجود، نعم موجود دائما في اسواق، موجود دائما مع بولا بولا. هي واحد مجموعه فولكلوريه، ستيل جديد. تحيه للشمس، مرحبا مرحبا بالشمس. واحد ستيل جديد، ما هو دقه مراكشيه، ما هو عساوي، فهمتي؟ خدينا واحد المزيج، الات اللي هي قناويه والات ديال عساوه، وعطاه واحد لوغو، زدنا عليه شويه ديال لي كويفر لي ترومبيت وداكشي، سكي في الات غربيه، وعطاه هذا اللون اللي تلقى السي حسان لدى جماهير مغربيه. دعوه لكل المشاهدين نصيب، الدعوه تتوجه ديما، تتوجه الناس اللي تتخدم. مادام انت تتخدم وتتقدم واحد لو برودوي في المستوى، راه ديما غتكون موجه هذوك الدعوه. الا نجحتي غيكونوا عندك بزاف ديال الناس يحاولوا قلب، وغادي يزيد في الاستثمار السياحي للبلاد. راه كريستيانو هذا، اي واحد في العالم غيتمنى يجي لمراكش باش يجي للفندق ديال كريستيانو. هذه ماشي سهله باش كريستيانو يستثمر عندنا في البلاد، الا وان مدينه مراكش غادا في الصداع. وحنا تاثرنا، ولكن حنا دائما متابعين اي حاجه تتقول الحكومه، حنا معها ومرحبا باي قرار اللي في صالح ديال المواطن، صالح العام. هذا ما عندنا ما نديرو، السبب هو نحاولوا نفاردوا على الفرق الاخرى، هذا هو السبب، انفراد الفرق الاخرى. ودائما الصوت النسائي تيكون عنده واحد الرنه خاص. انا تنقدم فولكلور مغربي محض بما فيه من الطقطقه الجبليه حتى الفن الصحراوي. انا تنقول لهم انا راه الاشاره، راه اشاره اي مغربي كيف ما كان النوع ديالو، كيف ما كانت الدرجه ديالو، انا موجود.